السلام عليكم حنوناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد، مرحبا بكم الغزالات، وشكرا بزاف على تعليقاتكم الأكثر من رائعة. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد الوصفة طلبتوها مني وبإلحاح، هي وصفة لصبغ الشيب مهما كان العمر ديالك. فسبق نزلت لكم واحد الوصفة ولكن فيها بزاف ديال المكونات اللي اعتبرها البعض مكونات غريبة ويصعب العثور عليها، والبعض الآخر ملقاش واحد العنصر مهم في الوصفة اللي كان زيت القطران. المهم سبق وصوبته معكم على القناة، ولكن للأسف الأساس ديال القطران ما لقاوش أصلا، يا إما ما كيتباش عندهم في بلادهم. مثلا بحال بزاف من العراقيات كتبوا لي أنه ما كيتباعش عندهم نهائيا في بلادهم، لأن كيستغلوه في بعض المهم بعض الأشياء الغير مسموح بها. وكذلك بعض البنات اللي خارج ارض الوطن ما عرفوش منين يجيبوه. فانا دائما كنقلب لكم على البديل، وجبت لكم واحد الوصفه زوينه زوينه يا البنات، وصفه بقوصه بما للكلمه من معنى. لان الشيب، اشنو هو هذا الشيب اصلا؟ هو نقص ماده الميلانين، واحد الماده اللي اصلا يعني كيكمل المخزون ديالها وكيخرج هذاك الشعر باللون الابيض. وهذا الشيء كيكون يا اما وراثي يا اما بعامل السن. اذا كان وراثي فالعمر كيكون صغير، مثلا 16 عام 20 عام او اقل كذلك، وكنلقاو الشعر باللون الابيض، او مثلا بعامل العمر. طبعا هذا لا يزعج ابدا في شيء، ولكن بعض الناس كيسبب لهم واحد النوع ديال الاحراج، ماشي منهم هما، يعني هما متقبلين ذاتهم وعادي، لان الجوهر ديال الانسان والاخلاق ديالو هي كل شيء، ماشي يعني الا واحد الزغبه بيضاء ولا وحده كحله ولا الى اخره. ولكن بعض الناس صراحه كيشوفوا بواحد الشوفه ديال الغرابه، دري مثلا في 16 عام 20 عام شعره بيض، وكيفاش وعلاش وكيفاش وما عرفت شنو. المهم راكم عارفين احنا كنموتوا على شي حاجه اسمها التبرقيق. فاليوم جبت لكم وصفه زوينه زوينه يا البنات بجوج ديال المكونات اساسيه، جوج ديال المكونات، واحد المكون اخر الا بغيتو انكم تضيفوه غادي نحتاجو الى الشاي. هذه الوصفه هذه الاصل ديالها وصفه فرعونيه، وصفه من عند الفراعنه، يعني وصفه جد جد رائعه. غادي نحتاجو الى الشاي العادي، يعني في اي بلاد، مثلا بعض البلدان في الشرق الاوسط كيستعملوا الشاي الاسود، احنا عندنا الشاي الاخضر هو اللي موجود عندنا في المغرب. هذا هو الشاي الاخضر، واخا كتشوفوه هكذا باللون الاسود راه هو اصلا اخضر. فعندكم جوج ديال الاختيارات، يا اما انكم تستعملوه، طبعا هذا انا اللي استعملته ماشي داك اتاي المكركب كما كنسميوه، هذا الشاي شعره. فعندكم جوج ديال الاختيارات، يا اما انكم تطحنوه في المطحنه الكهربائيه، او انكم تستعملوه كما هو، راه رائع جدا، راه كيصبغ يعني لواحد الدرجه ما تصوروهاش. و الا عملنا معاه المكون الاخر غيعطينا واحد اللون ولا اروع. نتوما المهم ضيفوا اللون اللي نتوما بغيتوه، راه على القناه غادي تلقاو عندي صباغه الشعر باللون الاحمر، باللون، باي لون. والحمد لله الحمد لله والشكر لله، البنات جربوا الوصفات ورجعوا كتبوا لينا انه راه فعلا، رغم ان بعض البنات ما كيكتبوش في نفس الفيديو اللي جربوا فيه الوصفه ان الوصفه الفلانيه راه نجحت معنا، ولكن راه كيكتبوا الحمد لله في التعليقات. فهذا غيعطينا واحد اللون اللي غادي يكون واحد البني داكن داكن. المهم الا خلطناه مع هذه المواد الاخرى. وغادي نحتاجو كذلك الى الخل، بامكانكم تستعملوا هذا النوع ديال الخل اللي كيكون اصفر، هذا النوع يا البنات راه متوفر عندنا، هذا اللون اللي كيكون اصفر، او الخل اللي كيكون ابيض. فالدور ديال الخل في هذه الوصفه انه كيثبت اللون مزيان، هذا اللون اللي غيعطينا الشاي فهو غادي يثبته مزيان، وكذلك الشاي فيه الكافيين فغادي ينشط لنا الدوره الدمويه، وغادي يحول دون تكاثر هذاك الشيب. وغادي نحتاجو كذلك الى الحناء، هو يا البنات غادي نحتاجو الى الحناء اللي كتكون طبيعيه، هذه يا البنات راها طبيعيه، شوفوها معايا، هذه راها طبيعيه، يعني اوراق حناء مطحونه طحنوها عند العطار. ماشي مثلا انكم تشريو هاد العلبه، راني جبتها باش نوريكم ما تستعملوش هذا، هذا راه قاصح بزاف على الشعر، هذا النوع هذا اللي كيكون معلب.
هو هي البنات راه ما غاديش تفرقوا بيناتهم اصلا، ما غاديش شفتوا معايا راه ما غاديش تفرقوا بين هاد الحناء وهاد الحناء. ولكن هاد الحناء هذا راه خاص بالحناء ديال اليدين، تستعملوه في الحناء ديال اليدين. بامكانكم تستعملوه للشعر، ولكن عرفتوا كي كيرد الشعر كيردو حرش حرش وناشف. اصلا الحناء معروف عليه، الحناء العاديه معروف عليها انها راه كتنشف الشعر، فما بالو كتستعملوا هاد الحناء اللي اكيد داخله فيها مواد كيميائيه، لان هي خاصه بالحناء. والحناء راه شتو الا عملنا داك نقش الحناء كي كتخرج، فما تستعملوش يا البنات هاد النوع. طبعا انا ما عندي حتى شي مشكله مع هاد الشركه او غير، انا كنقول لكم اي نوع حناء مصنعه ما تستعملوهاش، ضروري انكم تستعملوا الحناء اللي كتكون طبيعيه، تكون على شكل اوراق وتجيبوها من عند العطار، وطبعا تاكدوا ان ما عليها ابدا ابدا اي اضافات. وهذا الحناء هذه مع الشاي راه ماشي، بغيت نعطيكم وانتم المهم ديروا التجارب ولا ندير فيكم التجارب. ابدا يا البنات راه جربوها فعلا، الناس كنعرفهم وعطاتهم نتائج جد جد رائعه، راه كتصبغ الزغبه مزيان مزيان، يعني ماشي غير كتغطي واحد المده باش ما كتغسلي بحال بعض الانواع ديال الصباغات باش ما كتغسلي داك اللون كيبهات، لا كتمشي لك مع الزغبه ورائعه رائعه جدا. وكل حمام يعني غادي ديروا حمام مغربي يعني كل اسبوع تبقاو ديروا هاد الخلطه، راه زوينه بزاف. بالنسبه لطريقه الاستعمال راه سهله جدا وبسيطه، طبعا الغرف ديالي ديال الوصفات راكم عارفينو. غادي ناخذ ملعقه، طبعا حسب الطول ديال الشعر ديالك، عندك الشعر ديالك ما شاء الله طويل وقوي راه غادي تضاعفي الكميه، غديري معلقه جوج ثلاثه اربعه حسب الطول ديال الشعر ديالك. او مثلا واحد الملحوظه بالنسبه للبنات اللي دايرين لي ميش، دايرين لي ميش او صابغين شعرهم وما بغاوش ان هذاك الشعر اللي كينوض ليهم انه يولي ليهم باللون الابيض، فبامكانكم تصوبوا هذه الوصفه وتحطوها فقط على لي غاسين ديال الشعر باستعمالكم. طبعا هذه اللي دائما كنوصيكم عليها انها تكون عندكم، هاد الفرشات راه كتباع عند الناس اللي كيبيعوا مواد التجميل، هذه راه غادي تساعدكم انكم توضعوا هاد الصبغه فقط على لي غاسين، راها صبغه طبيعيه. المهم الخطوه الاولى غادي نوضع ملعقه مع نصف كاس تقريبا من الخل، تقريبا هذا نصف كاس. طبعا هذا القد هذا غادي ينفعكم غير لي غاسين ديال الشعر، اما الا كنتو غادي المهم تستعملوا للشعر كله راه قلت لكم ضعفوا الكميه. ثم غادي نوضع هذه المكونات على نار هادئه مع التحريك المستمر، ثم غادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا الاضافه اللي غادي نضيفوا. غنقترح عليكم بعض الاضافات كذلك الا بغيتوا تضيفوهم باش تحصلوا على لون يكون غامق. هو يا البنات بعد ما برد شويه الان غادي ناخذ الماء فقط، بامكانكم تصفيه بشي صفايه. هذا الماء اللي فيه خلاصه الشاي وكذلك الخل اللي وضعناه، ثم غادي نضيف القليل من الحناء بهذا الشكل على هذا الخليط، وبامكانكم كذلك تضيفوا الزعتر اللي كيكون مطحون، وتضيفوا كذلك السالميه، عندكم بزاف ديال الاضافات بامكانكم تضيفوها. ثم غادي تخليوه المهم واحد المده كما كتشوفوا معنا راه كيتقالب بهذا الشكل، ثم غادي تخليه واحد المده تقريبا 5 دقائق وتغطيوه بشي سلوفان. ثم من بعد غادي تاخذوا وغادي تصبغوا به البصيلات ديال الشعر، يعني عفوا لي غاسين ديال الشعر، غادي تصبغوا به لي غاسين حبه ده لو تكون هذه متوفره عندكم، وتخليوه على الشعر تقريبا لمده نصف ساعه حتى 45 دقيقه وتغسلوه حبه ده لو توليو تغسلوا شعركم بالشامبو الطبيعي الموجود عندي على القناه، راه رائع جدا وحصري على قناتنا فقط، وزوين بزاف بزاف ديال البنات اللي جربوه، لان كذلك الشامبوهات الكيميائيه
راه كتسبب لينا كذلك الشيب. اي حاجه كيميائيه راها مضره رغم منافعها راه كتبقى مضره. وبامكانكم كذلك الا بغيتوا انكم تستعملوا فقط هذاك الشاي مع الخل، تخليوه يطبخ مزيان تقريبا شي 20 دقيقه، ثم توضعوه في شي بخاخ بحال هكذا وتوليو ترشوا على الشعر. كنتمنى يا رب تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم، ولا ما فهمتوا اي حاجه ما تردكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وما تبخلوش عليا بشي دعوه ديال الخير، وترحموا لي على الوالده، ويا ريت تبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.